طالب. لكن حقيقة عندنا خبر النهاردة في غاية الإيجابية، وهو الخبر المتعلق ببعثة كلية الآثار بجامعة القاهرة، واللي اكتشفت مقبرة أثرية مهمة جدا في منطقة سقارة. احنا كنا حريصين على ان احنا نقول الخبر ده لحضراتكم عشان ده يحمل نوع من الإيجابية، من التفاؤل. اذا كان في البعض بيصر على التظاهر وإفساد المشهد، هناك من يعمل، هناك من يقوم بجهد كبير، في ناس بتقدم امتحاناتها، في ناس بتقوم بمهامها. شايفين ما شاء الله الدفعة دي او المجموعة دي من الطلاب اللي قاموا باكتشاف هذه المقبرة، وهم مجموعة من الطلاب بكلية الآثار جامعة القاهرة. نشوف جزء من تصريحات رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر جاد نصار تعقيبا على هذا الاكتشاف. المقبره قالت دول محتاجين دفع 5 مليون جنيه اختراع نعملها مزار سياحي، فهل الجامعه ده بقى دور؟ احنا بنكتشف ان بنعملها مزار سياحي، هذه مسؤوليه وزاره الاثار ومحافظه الجيزه، انما جامعه القاهره بتمول بعثه الاكتشاف وبتذلل لها كل الامكانيات حتى تكتشف وبنرمم كمان، يعني احنا بنكتشف وبنرمم. اما وضع المقبره على الخريطه السياحيه فدي مسؤوليه وزاره السياحه ووزاره بيسموه البلد دلوقتي. احنا المقبره دي اولا اكتشفت في 6 شهور، يعني ابتداء يمكن من شهر 10 اللي فات، من شهر اكتوبر كان التمويل الاكتشاف والترميم في حدود 350,000 جنيه من ميزانيه الجامعه كلها. ان شاء الله احنا بنعد ان احنا نزود ميزانيه الاكتشافات الاثريه في الست شهور الجايين دول الى 1,000,000 جنيه للبعثه على اساس ترمم. في الحقيقه اهميه المقبره اللي اكتشفت النهارده او اللي احنا بنشوفها النهارده اهميتين اساسيتين. الاولانيه انه بتؤكد تاريخ العسكريه المصريه، يعني منذ عهد الفراعنه منذ عهد الرعامسه كان عندنا جيش، كان عندنا سجلات للجيش، كان عندنا بيانات للجيش، ايضا كان صاحب المقبره هو المبعوث الشخصي العسكري للفرعون لدى الدول الاجنبيه، وده في الحقيقه بيبين التنظيم الدقيق جدا والمهم اللي كانت عليه الدوله المصريه القديمه في هذه المساله. الامر الاخر انها مقبره متكامله، يعني لم يسرق منها شيء، وهي مقبره ومعبد في نفس الوقت، يعني مش بس مقبره ان انت بتخش تلاقي حجر الدفن زي ما موجود في كل المقابر، انما زي ما قال وزير الاثار هي مقبره ومعبد في نفس الوقت على صغير. وهي في الحقيقه اكتشفت بكافه مكوناتها وبرسومها ونقوشها زي ما شفنا في الاكتشاف. احنا ان شاء الله باذن الله نحاول بقدر الامكان ان جامعه القاهره يبقى لها دور متكامل. طبعا النهارده الدستور المصري نص على حمايه الاثار لاول مره في تاريخ الدستور المصري، ومنع اهدائها او مبادلتها او التصرف فيها باي شكل من الاشكال. ولذلك البعثات الاجنبيه كانت تيجي تكتشف